ده ان شاء الله هنقول مع بعض كل اسرار ازاي يطلع معاكي الاسكالوب بانيه حلو جدا، ما يفكش الكفر بتاعه وكمان طعمه حلو لما تيجي تاكليه يتقطع معاكي بكل سهوله. يلا بينا نبدا نشوف المقادير وبعدين نعرف مع بعض كل الاسرار. عندنا نص كيلو من شرايح البفتيك، تمام، كوبايه ميه بصل، مش هناخد هنا تفل بصل خالص، كوبايه من ميه البصل، معلقتين كبار من الخل، معلقه كبيره من الكاتشب، رشه سكر، ربع معلقه صغيره من البهارات السبعه، ربع معلقه صغيره من الثوم الباودر، ملح وفلفل اسود. دي التتبيله. هنغطي بايه؟ كوبايه بقسماط عليها معلقتين كبار من النشا، عندنا كمان بيضتين ومعلقتين كبار من اللبن ونص كوبايه من الدقيق. دي مقادير الكفر او التغطيه الاخرانيه بتاعت الاسكالوب. عندنا كمان الصوص اللي هنقدمه معاه، هنعمل صوص حلو قوي هيبقى طعمه جميل معاه جدا. هيبقى عباره عن معلقه دقيق، كوبايه لبن، كوبايه جبنه شيدر مبشوره، وعندنا كمان معلقه كبيره من الزبده، وهنقدمه جنب خضار سوتيه كده. يلا بينا بقى نشتغل ونقول كل الاسرار. بدايه هنجيب شرايح البفتيك سواء من الجزار او من الماركت، غالبا بتبقى من وش الفخده، ممكن كمان تبقى من الفليتو، دي بتستوي كمان اسرع جدا. وهنجيب معانا اكياس بتاعت التلاجه، هنفتحها بالشكل ده ونحط قطعه من الاسكالوب كده ونغطي عليها علشان ما تطرطش وتبهدل لنا المطبخ بتاعنا، عشان نشتغل كده يبقى الدنيا نظيفه. وهجيب بلانشا ونبتدي ندق قطع البفتيك. دي اول خطوه علشان تخلي انسجه البفتيك تتفتح وتبتدي تبقى نقول ايه، مفككه من بعضها، علشان لما تتحمر تبتدي تبقى طرية أكتر وسهلة في الأكل، ما تبقاش بتشد معاكي. عارفين كلنا أن اللحمة لما بتنزل في التسوية سواء في التحمير أو أي حاجة بتكش وتمسك في بعضها، فأنتي لما تفكي الأنسجة بتاعتها بالدق ده لما ترجع تاني برضو هتبقى الأنسجة مفكوكة من بعضها ومفتتة من بعضها، فتيجي تاكلي تقطعي بالشوكة أو بالسكينة وكده فتلاقيها تتقطع معاكي بكل سهولة من غير أي مجهود وما بتشدش. يلا بينا. تمام جدا، بصوا كده معايا، بصوا اللي احنا عملناه هنا ان احنا خلخلنا الانسجه من بعضها وفكناها من بعضها بالشكل ده علشان من غير طبعا ما نقطعها، تمام، علشان لما تستوي تبقى لينه معانا وطريه وسهله في التقطيع بعد السوى. نجيب بوله نعمل التتبيله علشان نبتدي نعمل البفتيك ونحطه فيها. عندنا هنا مية بصل، وقلنا مية بصل من غير التفل علشان أي حاجة فيها نقول إيه تفل أو رواسب أو حاجات ليها سمك بتعمل عازل بين اللحمة وبين الكفر، بالتالي لما بنحطها في الزيت فيبتدي يفك معانا، فيفضل إن التتبيلة كلها بتاعتنا تبقى سايلة بالشكل ده، منها إن هي تمتصها اللحمة بسرعة، وكمان منها إن هي ما تعمليش عازل ما بينها وبين الكفر. حطينا مية البصل، حطينا رشة من السكر، التوم الباودر، البهارات السبعة، والخل. والخل هنا مهم جدا، بيساعد على تطرية اللحمة ويخليها برضو طرية معانا مش ناشفة. وادي معلقة من الكاتشب. عموما اللحمة من الحاجات اللي ما بتحتاجش تتبيل كتير، فهتلاقوا ان التوابل بسيطة جدا. ونحط الملح بتاعنا واكيد فلفل. نقلب بقى التتبيلة بتاعتنا دي كويس جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده التتبيلة عبارة عن حاجة سايلة خالص، ما فيهاش اي رواسب ولا تفل ولا الياف خالص خالص بالشكل ده. هندوبها كويس علشان الملح يدوب، والسكر وكل اللي احنا حطيناه، وما ننساش معلقتين الخل ليهم تأثير كبير جدا جدا في تسوية الاسكالوب بانيه. خلاص يلا بينا بقى هندق البفتيك بتاعنا ونحطه في التتبيلة، ويفضل ان احنا ننقعه في التتبيلة دي مدة ما تقلش عن ساعتين ثلاثة، لطعم احلى اكيد وكمان لتسويه اسرع ونتيجه في الاخر هايله جدا.
يبقى لازم ندقه، حتى لو جاي من عند الجزار مفرود وكل حاجه، بس لازم يدق الدقه دي زي ما قلنا عشان نخلخل الانسجه من بعضها. وزي ما انتوا شايفين مفيش اي بهدله ولا اي حاجه، طول ما انت حطاهم بين كيسين ثلاجه بالشكل ده لا في طرطشه ولا في اي حاجه خالص. اهو نعمل واحده كمان وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. تمام جدا. انت وانت شغاله وبتدقي كده هتحسي بايديكي في حتت عاليه او حتت تخينه عن حتت، تبتدي ظبطيها بحيث انها كلها تبقى نفس السمك علشان كلها تاخد نفس التسويه. هكتفي بدول تمام، ويلا بينا بقى نعمل الخلطه. طبعا زي ما قلنا يفضل ان انا اسيبها في التتبيله، البفتيك اسيبه في التتبيله مش اقل من ساعتين ثلاثه عشان اخد نتيجه كويسه. وتعالوا بينا بقى نعمل الكفر الاخراني والخلطه الاخرانيه. نجيب معلقه ونجيب بوله وايه كمان، يلا بينا. تمام، عندنا هنا نص كوبايه دقيق، ده هيبقى اول حاجه بينزل فيها البفتيك. تاني حاجه ينزل فيها البيض، دول بيضتين وعليهم معلقتين لبن علشان نخف بس قوام البيض شويه، وهنحط له شويه ملح وفلفل صغيرين. ونقلبهم كويس. يبقى احنا حطينا هنا معلقتين لبن على بيضتين ملح وفلفل، قلبناهم كويس مع بعض. ودي هتبقى تاني حاجه ينزل فيها البفتيك. طيب الطبقة الأخيرة بقى هتبقى عبارة عن بقسماط، كوباية من البقسماط هنحط لها معلقتين نشا، والنشا هنا هيساعد إن الكفر الخارجي يبقى مقرمش، وكمان لما ينزل الزيت ما يحمرش بسرعة من غير ما يساوي البفتيك، ويبقى اللون ذهبي معانا وجميل. نقدر نتبل هنا بشوية ملح صغيرين عشان يبقى له طعم، حاجة بسيطة. نقلب بقى ويلا بينا ننزل البفتيك بتاعنا. في الاول الدقيق، وبعدين خليط البيض واللبن، وبعدين خليط البقسماط والنشا. ضروري جدا موضوع النشا، صدقيني يفرق كتير في الشكل وفي الطعم. حلو جدا، يلا بقى ادي عندنا البفتيك، المفروض نسيبه زي ما قلنا ساعتين ثلاثه علشان يتبل. هاخده كده، واخدين بالكم مفيش اي حاجه علقه على قطعه الاسكالوب، ودي مش هتمنع يعني هتخلي بقى الكفر او اي حاجه بنحطها عليه تمسك فيه على طول، ما يبقاش فيه حاجه حاجزه ما بين قطعه اللحمه وبين الغطاء الاخراني ده اللي احنا بنعمله. خلاص عفرناها بالدقيق كويس من ناحيتين، هننزلها في البيض. نجيب شوكه هننزل في البيض بالشكل ده، وبعدين في خليط البقسماط والنشا. تمام، نضغط بقى كويس جدا، نضغط علشان يمسك على قطعة البفتيك كويس. طيب بعد ما بخلص الكمية بتاعتي بالشكل ده، على فكرة البفتيك من الحاجات اللي اقدر احفظها في الفريزر جاهزة على التحمير بالشكل ده، نقدر نحطه بقى في اطباق فوم ونحفظه في الفريزر ونطلع على التحمير على طول. اهو كده بقى جاهز معايا. لو هحمر دلوقتي، انا محتاجاه للغدا وهحمره دلوقتي، يفضل ان انا اعمله واحطه في الفريزر نص ساعه بس علشان كله يتماسك مع بعضه، وانزله في الزيت واخد نتيجه زي الفل. تمام، يبقى بدايه بعد التتبيله بنحط في الدقيق، ومن الدقيق ننزل في خليط البيض، وبعد كده ما تنسوش ان احنا حاطين في البيض معلقتين لبن وملح وفلفل علشان الطعم وعشان كمان الزفارة. وبعد كده في البقسماط
والنشا. اتاكد بس الزيت بتاعي على النار كده علشان يسخن. تمام، سهل جدا، مش هياخد منك وقت، بس في النتيجة الأخرانية تاخدي نتيجة زي الفل. قلنا مع بعض كل حاجة علشان يطلع معاكي زي اللي بتاكليه في المطاعم وأحلى كتير. من الحاجات اللي تقدري تشيليها وتفرزيها رمضان، كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. كتير بيسألوني ايه اللي ينفع نفرزه ونشيله، هتلاقوني دايما كل يوم لو في حاجة تنفع نفرزها هقول لكم عليها، وده هيسهل لنا. يعني انا النهارده مثلا هجيب كيلو من اللحمه البفتيك، او انا محتاجه للغدا نص كيلو، بدل نص كيلو نجيب كيلو وابتدي اعمل نص للغدا واشيل الباقي في الفريزر، ينفعني ان شاء الله في وقت تاني. من الحاجات برضو اللي لو عندي عزومه مفاجاه او حد طب عليا على غفله، من الحاجات اللي سهل جدا انها تطلع من الفريزر، تفك كمان بسرعه جدا وتتحمر بكل سهوله. وحاجه كمان شيك جدا في التقديم. تمام كده، كل الخطوات بانت قدامنا. يبقى دقيق، بيض، ولبن، وبعدين بقسماط ونشا. وما ننساش اول خطوه عملناها في البفتيك ان احنا دقيناه كويس قوي قوي علشان نخلخل الانسجه بتاعته وتبتدي تبقى طريه معايا، ولما ساعه الاكل تتقطع بكل سهوله. من الحاجات كمان اللي بتخلي البفتيك يبقى قطرة والأنسجة بتاعته لينة هو معلقتين الخل اللي احنا حطيناهم في التتبيلة. وما ننساش كمان ان احنا قلنا بلاش نحط بشر البصل، نحط بس المية بتاعت البصل علشان ناخد الطعم، وفي نفس الوقت ما نحجزش الكفر عن قطعة اللحمة وتفك مني أثناء التحمير. تمام كده، يلا خلصنا، نقلع بقى الجلافز ده ونبتدي نحمر البفتيك بتاعنا. اتاكد بس الزيت ساخن ولا لا. لا هو ما سخنش. طب ممكن نطلع فاصل صغير على ما الزيت بتاعنا يسخن ونرجع نحمر ونعمل الصوص. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني. قبل الفاصل عرفنا مع بعض ازاي نعمل بفتيك او الاسكالوب بانيه من غير ان شاء الله ما يوقع اي كفر بتاعه ولا يقب منه ولا اي حاجه. تمام، حطينا الزيت على النار علشان يسخن، ولازم يسخن كويس. اي حاجه يا جماعه معموله بانيه لازم الزيت يكون سخن، الزيت البارد هيخليها تقب وما تبقاش مظبوطه. دي برده من الحاجات المهمه جدا علشان النتيجه الاخرانيه تبقى زي الفل. وعلى بال ما الزيت يسخن تعالوا نعمل الصوص اللي هنقدمه مع الاسكالوب. هنحط معلقة زبدة وعليها معلقة دقيق، وهنديها تشويحة خفيفة من غير ما الدقيق بتاعنا يلون. هيكون عاملة زي صوص البشاميل بس هيبقى كله جبن. يبقى على النار كده حطينا معلقة زبدة، معلقة دقيق، هنديهم تقليبة على النار بس عشان نغير طعم الدقيق ما يبقاش ني. ومعنا الحاجة مديحة، اهلا وسهلا، ازيك؟ الو، عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك عايزة اخزن البنجر، جايبة بنجر كتير وعايزة اخزنه. اسلقيه بقى. البنجر هتجيبيه وتسلقيه، يعني طبعا هتغسليه كويس جدا، تمام، وننزل الطين كل اللي عليه بعد ما ننقعه فتره، وبعد كده اسلقيه بقشره طبعا، واحفظيه في الفريزر
بقشره، لما تيجي تطلعيه هتقشريه وتقطعيه التقطيعه المناسبه او تبشريه على حسب انت بتحتاجيه ازاي. هحفظه هو ناشف كده؟ ايوه بالظبط كده. تمام، علشان ما ينزلش الفايده بتاعته وكل الفيتامينز اللي فيه تنزل، لا هنسلقه بقشره زي ما هو ونحفظه زي ما هو. تمام؟ نورتيني يا قلبي. حطينا كوبايه المي اللبن على معلقه الزبده ومعلقه الدقيق بعد ما اتشوحت شويه. طبعا مع التقليب المستمر علشان ما يكلكعش مننا ويعمل تكتلات. ندي رشه بسيطه خالص من الملح لان عندنا جبنه. تمام؟ ورشه بسيطه من الفلفل. خلي بالنا من الحته دي، عندنا جبنه يا جماعه هتتحط لسه فما نكترش الملح. طيب هو الزيت كده معانا تمام، يلا نجيب الاسكالوب ونحمره. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، هو ده المطلوب ان الزيت يكون سخن، لانه لو بارد. تمام الحمد لله، هيخلي الكفر يقب معانا. ونسيبها بقى تحمر على نار متوسطه. خلاص اكدنا ان الزيت سخن معانا، هننزل ونخلي النار متوسطه علشان اللحمه تستوي، متوسطه مش هاديه. وادي معانا مزيج اللبن والدقيق والزبده هيبتدي يتقل في ايدينا. طبعا عشان البانيه هنبتدي نجهز طبق عليه مناديل مطبخ علشان تمتص اي دهون زياده مكان التحمير. ونقلبه. بسم الله. بالشكل ده. ومعانا اسماء. ازيك يا اسماء؟ ازيك يا اسماء عامله ايه؟ الله يخليكي يا قلبي، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ منوره. الحمد لله، بنوركم انتوا والله. تسلمي لي والله، بحبك جدا 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 يا حبيبتي. تسلمي لي والله، كلك ذوق. انا هضيف بس شويه ميه هنا، حوالي ربع كوبايه كده عشان القوام يظبط معايا. اتفضلي اسماء. كل ما بعمل الكيكه بتهبط مني. ليه بس؟ طب جربتي الكيك بتاع امبارح؟ مقادير الكيك بتاع امبارح؟ لا ما اتفرجتش على امبارح بصراحه. ينفع كده؟ طيب نزلها لك واقول لك تعملي الكيكه دي، صدقيني هتطلع معاكي هشه وتحفه جدا. ماشي يا سمسم؟ تمام؟ تمام يا قلبي، تمام يا روحي. طب يلا بينا. الخليط بتاعنا بالشكل ده، حسيت ان هو تقيل شويه، حطيت له حوالي ربع كوبايه ميه. هبتدي انزل الجبنه الشيدر اللي احنا بشرينها وعلى السخونيه دي، وهقلبها. بلاش تبقى على النار على طول. لو حسيتي ان لسه في تكتلات من الجبنه مسحتش، رجعيها على نار هاديه لغايه ما تسيح معاكي. بلاش النار العاليه علشان هتديكي نتيجه مش مظبوطه. يبقى انا بعد ما خليط الزبده والدقيق واللبن غلي وخلاص خدت القوام المظبوط، نزلت بالجبنه بتاعتي اهي، بصوا بعيد عن النار خالص وفكت كلها وتمام جدا. ده كده الصوص معانا اتعمل. وتعالوا بقى نطلع البوفتيك بتاعنا من النار. شايفين لونه استوى، الكفر بتاعه ما وقعش، والدنيا زي الفل. وبين كل مره والتانيه سيبي الزيت يسخن، ما تحطيش على زيت بارد. يعني مش هينفع دلوقتي انزل تاني اسكالوب بانيه في الزيت، هستنى بس الزيت يسخن تاني، يرجع تاني يسخن وبعدين انزل فيه الاسكالوب، علشان قلنا الزيت البارد بيخلي الكفر يقب منه.